ناخد دلوقتي حبايبي شوية أمثلة كده علشان خاطر إيه تتقنوا الدرس كويس. بيقول لك اكتب حدود التناسب في كل مما يأتي ثم استخرج الطرفين والوسطين. أول حاجة 2 على 5 بتساوي 4 على 10. الحد الأول إيه؟ أهو الاتنين، وده يبقى يعتبر الحد التاني اللي هو الخمسة، وهنا الحد التالت اللي هو الأربعة، وهنا الحد الرابع اللي هو العشر. طيب الطرفين كام؟ اهو دوت ودوت اللي هو اول رقم واخر رقم، دول بيسموهم ايه؟ الطرفين 2 والعشر. طب الوسطين اللي هما ايه؟ الحد الثالث اللي هو ده صح، والحد الثاني ده. يبقى الاول والرابع دول اللي هما ايه؟ ها الطرفين، وده وده يعتبر الحد ايه؟ الثالث اللي هو ده، واللي هو ده التاني يعتبرهم ايه؟ الوسطين. يبقى الاول والرابع الطرفين، والتاني والتالت ها برافو الوسطين. طب ناخد نشوف التاني، 3 على 6 بتساوي 9 على 18. الحل 3 على 6 بيساوي كام؟ 9 على 18. الحد الاول برافو، الحد التاني برافو، الحد التالت 9، الحد الرابع اللي هو 18. طب الطرفين كام وكام؟ او التلاتة والتمنتاشر، الوسطين 6 والـ9. سؤال تاني بيقول لك اكمل ما يأتي. بيقول لك مجموع الحدين الاول والرابع، احنا عارفين الحد الاول كام؟ 2، الحد الرابع اللي هو 10، مجموعهم كام؟ 12. سهل مش كده؟ مجموع الحدين التاني والتالت، الحد التاني والتالت ده الحد الايه؟ التاني، والتالت اللي هو الأربعة، 5 و4 9. طيب مجموع الطرفين اللي هو الاتنين والعشر يبقى كام؟ 12. مجموع الوسطين اللي هو الخمسة والأربعة بتساوي 9. بيقول لك حدد أي النسب الآتية تمثل التناسب. هنعمل ايه؟ هنقول لو الوسطين بيساوي الطرفين او الطرفين بيساوي الوسطين يبقى ايه؟ تناسب. طب ناخد اول واحدة، 1 في 8 ب8، 2 في 4 ب8 يبقى تناسب، 3 في 15 ب45، 9 في 5 ب45. طالما الطرفين بيساوي الوسطين يبقى ده ايه؟ تناسب. تعالوا نجرب في التالتة، 3 في 12 ب36 صح، و4 في 6 ب24، يبقى لا تساوي 3 في 12، لا تساوي 4 في 6، اذا دي لا تمثل تناسب. السؤال الرابع، اوجد الحد الناقص والذي رمزه س. اهو سهل بقى، طرفين في وسطين صح، يبقى الس عايزين نجيبها، نقول 6 في 10 على 2 بتساوي 30. بيقول لك لو الاعداد 2 و س و4 و6 متناسبه، اهو يبقى 2 على س بتساوي المفروض 4 على 6. طب يبقى س بتساوي كام؟ اهي 2 على س بتساوي 4 على 6، يبقى س بتساوي 2 في 6 على 4 تديني كام؟ 3. بيقول لك اوجد العدد الناقص س لكي تكون الاعداد التاليه متناسبه، 6 و8، يبقى 6 على 8 بتساوي 3 على س، بالترتيب كده 6 على 8 بتساوي 3 على س. طيب س دي بتمثل ايه؟ الحد الرابع، ده مفقود ناقصين عايزينه، نعمل ايه؟ يبقى وسطين في طرفين او طرفين في وسطين، 8 في 3 او 3 في 8 على 6 تديني كام؟ 4. برافو. السؤال اللي هو السابع الأخير بيقول لك 2 إلى 3 بتساوي 4 إلى س صح؟ هو عايز قيمة س في كل مما يأتي. الأولانية سهلة، 3 في 4 على 2 اللي هي إيه؟ الطرفين في الوسطين، نجيب قيمة س. التاني 8 على س بتساوي 5 من 10. طيب دي هنا مديني كسر 10، نعمل إيه؟
هنقول 5 من 10 هي نفسها 5 على 10 صح؟ وبرضو طرفين في وسطين هيديني النتيجة س، تطلع كام؟ 16. س زائد 7 على 36 بتساوي 1 على 4. دي كلها يعتبر الحد الأول، س زائد 7 كلها القيمة اللي فوق دي تعتبر الحد الأول، وال36 الحد التاني، والواحد الحد التالت، وأربعة الحد الرابع، طرفين في وسطين. برافو. يبقى س زائد 7 تمام على 36 بتساوي 1 على 4. دي المسألة. يبقى س زائد 7 بتساوي كام؟ 36 في 1 على 4 تديني 9. طب 7 هنا بالموجب تروح هناك ايه؟ بالناقص صح؟ بالسالب. يبقى س بتساوي 9 ناقص 7 بتساوي 2. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا الدرس التاني وحلينا عليه تدريبات وأسئلة متنوعة كتير في الوحدة التانية، وإن شاء الله نبدأ الدرس الثالث والرابع الحصة اللي جاية بإذن الله. تمنيت لكم بالتوفيق والنجاح، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. معاكم مستر أسامة الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.